بس يا ست عملت كل اللي انت قلت لي عليه، ورحت له في المكتبه، وبعدين رحت له بقى متشحتفه ومتقصره، واديته الفلوس عشان يصلحها. بس عمال كده اتقرب له كل شويه. بس في حاجه عايزه افهمها يا وسيله. ايه يا سوسو؟ انا عايزه اعرف انت ليه بتعملي في نبيل كده؟ ده مربيكي برضه يعني زي ابوكي بالظبط. وانا بعمل فيه ايه؟ اوعى تكوني فاكره ان انا بكرهه. بالعكس، ده انا حتى بفكر اتجوزه. الله الله، ده انت عايزه تجيبي ساميه ارض ارض. ومين عروسه بقى ان شاء الله يا اختي كده؟ انت يا سوسو يا موز. ايه؟ انا؟ يا نهار اسود، انت عايزه ساميه تذبحني ولا ايه؟ مين ده؟ ده احنا اللي هنذبحها بسكينه بارده. جوازك من نبيل هيقطم ظهرها ويهدها ويخرس لسانها كمان وكمان، عشان نخلص خالص بقى. طب وانا هستفاد ايه بقى من الليله السودا دي كلها؟ تستفيدي ايه؟ تستفيدي انك هتفرشي غلك وغل. بس كده وايه كمان؟ ده غير ان انا هديكي 100,000 جنيه نقطك يا عروس. يا لهوي، نبيل ده ازاي ما كانش باين قدامي من زمان؟ ده كان تايه عن دماغي فين؟ يا لهوي، بس بجد الله اكبر عليك يا وسيله، الله اكبر يا حبيبتي، ده انت الشيطان يعلق صورك في كل بيته، الله اكبر. صباح الخير يا نبيل. صباح الفل يا ست الكل، ده ايه النور اللي هل عليا ده؟ ربنا يخليك، ما يجيش من بعد نورك ابدا يا نبيل. ايه رايك بقى في المكتبه بعد ما اتدهنت واتجددت؟ مش عايزه اقول لك، بقت تحفه، بسم الله ما شاء الله، بجد اتجنن. البركه فيك يا سعاد، انا مش عارف من غيري كنت هعمل ايه. ما تقولش كده يا نبيل، انا ما عملتش غير الواجب. لا ازاي بس؟ ده جميل في رقبتي، عمري ما هنساهولك. ربنا يخليك. ايه اللي اتشالها لي؟ دي هديه كده بسيطه يعني، بس عايزاك تعلقها في اكتر مكان في المكتبه بتبص عليه. ده اكيد بمنظر طبيعي مش كده؟ في الحقيقه لا، دي يعني كلام قران كده يشرح لك صدرك. يا سلام على قوه ايمانك يا سعاد. اكيد ايه الكرسي؟ لا، تبقى المعوذتين صح؟ برضه لا. طب ايه يا بالظبط؟ غلبتيني معاك. افتح وشوفها يا اخي. الله، بص بقى، بص المفاجأة الحلوة دي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، إيه الحلاوة دي؟ ممكن تقولي بقى أكتر حتة بتبص عليها في المكتبة عشان أعلقها فيها؟